ينضم إلينا من كارديف عبر السكايب الدكتور مالك زبن، المدير التنفيذي للجمعية الطبية للتعليم الطبي والمحاضر كذلك في جراحة المخ والأعصاب في جامعة كارديف في بريطانيا. أهلا بك في الجزيرة هذا الصباح. أهلا بك، يسعد صباحكم. أهلا بك دكتور. دكتور، أول سؤال نريد أن نتعرف على مهام الجمعية. ما هي الجمعية الخاصة بالتعليم الطبي؟ ماذا نقصد بها أيضا؟ أولا اسمحي لي نشكر الجزيرة على الاستضافة وعلى السماح بإتاحة الفرصة بهذا الإطلالة. جمعية العايمة هي جمعية بريطانية أنشأت في عام 2000، وكان الهدف يعني من إنشاء هذه الجمعية تنشيط وتدريب وتنمية الموارد البشرية في قطاع الصحة في عدة دول ولا سيما في فلسطين. طبعا الجدير بالذكر أنه 80% من الجهد والعطاء لهذه الجمعية مخصص لفلسطين، بحيث نعمل على تدريب الأطباء والممرضين في عدة مجالات، خصوصا في مجالات الطب النفسي والإصابات والحروق. زي ما بتعرفوا فلسطين هي بلد الإصابات والحروق، وكمان طبعا كان لنا منذ سنوات نعمل في موضوع الوقاية من الأمراض المعدية، وهنا أجى دورنا بموضوع الكورونا منذ أن بدأت أزمة الكورونا. طيب دكتور، ما هو الجديد فيما تقدمون؟ يعني ما الذي يختلف عما تقدمه المستشفيات العادية أو الكليات التي تدرس الطب؟ ما هو الجديد الذي سيتعرف عليه العاملون في المجال الطبي؟ نعم، هذا صحيح. يعني الأطباء أي طبيب في العالم بعد التخرج بحاجة للمتابعة، وحيث أن الطب زي ما بتعرف والعلم متغير ومتطور بشكل دوري، فدورنا بيجي بهذا الموضوع. هون إحنا اللي هو بسموها الكنتينوين ميديكال إديوكيشن، اللي هي التدريب المستمر للطواقم الطبية في المجالات اللي إحنا اهتمينا فيها. طبعا هذا مبني على دراسة قمنا فيها وحددنا من خلالها احتياجات فلسطين، ومن هون أجى موضوع الطب النفسي، الأمراض المعدية، الإصابات. وبالتالي إحنا بنكمل دور كليات الطب وكليات التمريض، بحيث إنه الطبيب والممرض المشارك في برامجنا بيظلوا دائما مواكب لآخر التطورات في الحقل اللي هو مهتم فيه. فيعني دورنا بشكل أساسي في هذا بهذا الموضوع بيجي. طب آخر التطورات هي وباء كورونا، الذي دائما تطرح تساؤلات أكثر عن الإجراءات الاحترازية وكيفية التعامل مع هذا الوباء، خاصة من ناحية الإطار الطبي. بخصوص هذا الموضوع، كم عدد المتدربين الآن في مقاومة أو الوقاية من فيروس كورونا بالنسبة للطواقم الطبية، وهل فعلا أتى بنتيجة؟ يعني الموضوع مش موضوع عدد، الموضوع موضوع كواليتي، يعني نوعية التدريب. مؤسسة الآيمت منذ اليوم الأول لظهور جائحة كورونا في فلسطين والعالم قامت بحملة موسعة في بريطانيا لجمع التبرعات للتخفيف من عبء هذه الجائحة، وكان لنا عدة طبعا مبادرات ولا سيما تدريب الطواقم الطبية. بدأنا من خلال التدريب عن بعد، من خلال تزويد آخر التطورات وآخر المعلومات اللازمة على هذا التدريب عن بعد، ومن ثم نزلنا على حقل التدريب، وبدينا بمحافظات الشمال ثم إلى محافظات الوسط، والآن إحنا وإحنا بنحكي اليوم في عنا تدريبات ماشية في محافظات الجنوب استمرارا لهذا الجهد. التدريب طبعا له ثلاث أبعاد. البعد الأول قائم على كيفية علاج هؤلاء المرضى في حال انه تم يعني اصابتهم. ثاني موضوع اللي هو موضوع كيف انه الطاقم الطبي نفسه يحمي نفسه اثناء تقديم العلاج، وهذا موضوع مهم يعني كان في عليه تركيز كثير في بريطانيا، لانه اخر شيء انت بدك اياه انه الطبيب او الممرض المعالج يصاب، وبالتالي احنا نفقد قدرتنا على التعامل مع هذا الموضوع. طبعا هذا بالاضافه الى بعض الجهود الاخرى مع جمعيات اخرى بتزويد الكمامات والألبسة الواقية للطاقم الطبي، لكن إحنا يمكن يكون كان دورنا بارز وملفت للنظر ومتقدم في موضوع التدريب، يعني نكاد نكون الوحيدين اللي ركزوا على موضوع تدريب الطواقم الطبية في فلسطين. دكتور، لا شك إنه العمل الذي تقومون به دونه عقبات، دونه صعوبات، ربما في التواصل أو في أي أمر آخر، ما هي أبرز العقبات التي تواجهكم؟
يعني الصعوبات طبعا في صعوبات خاصة بفلسطين بوضع فلسطين زي ما أنتم عارفين، بس الموضوع لما في موضوع الجائحة على وجه التحديد كانت عملية السفر كانت صعبة، نقل المواد صعبة جدا، كمان كان لابد من إنه التفكير بالتوازن بين إنه كيف إحنا بدنا ندرب الأطباء والأطباء تحت ضغط مطلوبين كل يوم للتعامل مع الجائحة. فتعاملنا مع كل هذه الصعوبات من خلال بأنه المدربين مدربي الجمعية كانوا في مكان الحدث، كانوا مع الأطباء والأطباء والممرضين مستعدين في غرف الطوارئ لاستقبال الحالات، كانوا في نفس الوقت بيقوموا بشكل دوري بتدريب الطاقم، ولو كان التدريب في بعض الحالات كنا نأخذ واحد أو اثنين للتدريب وظل الباقي في الشغل ومن ثم يعني بطريقة دورية. فيعني هذه كانت يمكن أكثر شغلات إحنا لاحظناها. الشيء المفاجئ اللي كنت بدي أحكيه وهي يعني كنا نفكرها صعوبة ولكن كانت حقيقة تجربة إيجابية بشكل كبير لموضوع جمع التبرعات في بريطانيا. كنا نحكي بريطانيا من الدول اللي زي ما أنتم سامعين في الأخبار أثرت بشكل كبير في موضوع الكورونا. أول ما بلشنا حملة جمع التبرعات كنا يمكن ما حد يستجيب معنا، ولكن كانت الاستجابة ملفتة للنظر ومتقدمة بشكل كبير. فكتير سعيدين ويعني وأنا من خلال شاشتكم حابب أشكر كل الناس اللي تبرعوا لفلسطين ووقفوا معنا في هذا الظرف الصعب. طب دكتور، هل تعتزمون فتح باب التدريب في بلدان أخرى غير فلسطين؟ نعم هذا صحيح، يعني احنا دائما في كل تجاربنا السابقة كنا دائما بننظر على تجربنا في فلسطين كتجربة فريدة من نوعها، وبالتالي يعني نتعلم منها الدروس وبتعطينا أفكار جديدة دائما وباستمرار كيف نفتح تدريب في دول أخرى. الآن احنا بصدد نفتح تدريب زي ما حكيت في مناطق المحافظات الجنوبية بفلسطين، ومن ثم سننتقل إلى بعض الدول الإفريقية وجنوب شرق آسيا. لجهود مباركة إن شاء الله دكتور، ويعني إن شاء الله تحققون ما تطمحون وما تسعون إليه في هذه المهمة. شكرا لك الدكتور مالك زبن، المدير التنفيذي للجمعية الطبية للتعليم الطبي والمحاضر في جراحة المخ والأعصاب في جامعة كارديف في بريطانيا.